تبعا يعني الوقفة الاحتجاجية عبر طريق موضوعة البلاغ. فاليوم كان عندنا اليوم الخميس 21 يناير 2021، كان عندنا لقاء مع السيد الكاتب العام عمالة إقليم النواصر حول المستجدات ديال الطريق لموضوعة البلاغ يعني الكارثية. فأعطانا وعد، وكان معاه حتى رئيس الجماعة ديال ولاد عزوز، وكان معاه رئيس الجماعات يعني القروية بالإقليم. فحاليا أعطانا وعد على أساس أن الطريق هذا الأسبوع هذا غدا يقوموا بواحد العملية ترقيعية يعني ترقيعية بواسطة القدرون غير على مستوى الحفر المتواجدة في هذيك الطريق موضوعة البلاغ. ريتما اننا من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تاخذ فيها الاجراءات القانونيه باش تصايب كلها يعني من ا حتى لزاد. فدابا هذا وعد من عند السيد الكاتب العام ديال عماله النواصر، حنا كنشكروه على هذا الوعد ديالو وكنشكروه على التدخل ديالو. وهذا الاسبوع هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم راه كنتسناو الترميمات اللي تكون عقلانيه، والا ما كانش شي ترميم اللي يكون عقلاني فراه المهنيين والساكنه راه مستعدين اليوم قبل غدا انهم يخوضوا اضراب كيف ما الاول واكثر من الاول ويكون تصعيد. المستجدات اللي جرات على هذاك الموقع المشكل اللي كان موقع على الطريق ديال شليحات السعاده جوج، خويا مشينا اليوم للعماله كان عندنا واحد اللقاء مع السيد الكاتب العام، راه وعدنا باللي انه هو غادي يتكلف بها شخصيا عمليه ترقيعيه واحد 150 متر تقريبا غادي تكون عمليه ترقيعيه. ريتما قال لك خرجت طلقات العمليه مع قال لك هي خارجه الميزانيه ديالها مدروسه مديزه، ولكن مع هذه الازمه ديال هذا الوباء كورونا الله يرحم الله تعالى ويلطف بنا، قال لك راه كل شيء موقف الاشغال حاليا، يعني غادي تكون عمليه ترقيعيه دابا واحد 150 متر ريتما تحل المشكل قدرون ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمناو ان شاء الله في اقرب اجل، قال لك واحد اسبوع ولا شنيا. وحنا هذا الشيء اللي كاين حنا راه تهدي راه فرحتنا، لانه حنا الغايه من هذا الشيء كامل هو الطريق باش ما نبقاوش نهرسوا طوموبيلاتنا وهذا الشيء اللي كاين. اليوم اخويا كانت عندنا لقاء مع السيد الكاتب العام ديال العماله اللي عطانا واحد الوعد بان غادي يدير لنا واحد الترقيع لهاد الشانطي ديال الشليحات، وكنشكروه جزيل الشكر على التدخل ديالو الفوري وعلى رئاسة السيد رئيس الجماعة ديال ولاد عزوز توا اللي وعدنا والكاتب العام باش هاد الطرق اللي غادي يتصلحوا في القريب العاجل ان شاء الله. التدخل ديال الكاتب العام اللي اتصل برئيس الجماعه ديال دار بوعزه اللي غادي يرقع علينا الطريق ديال ولاد احمد اللي ما بها داك الفتح 4، ايوا كنتظروا من القريب ان شاء الله الطرق يتصلحوا لان سيارات الاجره راه في خطر في الطرقان.